ليش انت هيك؟ مرة بلاقيك بتهتمي فيي كتير وبتطلبي لي الشاي قبل بوقت. سالي انت ابو تلت اولاد بس بتتصرف مثل المراهقين. رايح ادور على مرتي. وينها؟ ما بعرف. لحظة، هم مو ضيوفنا ولا شي، بس كنا نحكي معهم عادي. يعني بدك تحكي لي اني غلطان؟ هاي البنت عم تتغاضى عن كل عيوبك وأغلاطك.